اللهم صل على محمد وآل محمد. اعلموا أن الله لم يخلقكم عبثا، وليس بتارككم سدى، كتب آجالكم وقسم بينكم معائشكم ليعرف كل ذي لب منزلكم، وإنه ما قدم له أصاب وما صرف عنه فلن يصيب، وقد كفاكم مؤنة الدنيا وفرغكم لعبادته وحثكم على الشكر وافترض عليكم الذكر وأوصاكم بالتقوى وجعل التقوى منتهى رضاه، والتقوى باب كل توبة ورأس كل حكمة وشرف كل عمل بالتقوى، فاز من فاز من المتقين. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. وقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فاتقوا عباد الله واعلموا من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ويسدده في امره ويهيئ له رشده ويفرجه بحجته ويبين وجهه ويعطيه رغبته مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فحسن اولئك رفيقا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: ايها الناس ارحموا عن ربكم، ان الله عز وجل اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال محمد على العالمين، ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم. فنحن الذريه من ادم والاسره من نوح والصفوة من إبراهيم والسراج من إسماعيل وآل محمد. نحن في تلك السماء المرفوعة والأرض المدحورة وكالشمس الصاحية وكالشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية التي زيتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم فرعها